عم بمر لبنان بفترة حرجة وصعبة من تاريخه تراكمت عليه الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية بكل القطاعات وخاصة قطاعات الدولة وإدارات الدولة والمؤسسات العامة وادخلت الانسان بنفق مظلم من الصعب انه يخرج منه من بعد ما حدت هيدي الازمه من حريه الانسان وحياه الانسان وحياه المواطن اللبناني من بعد ما كان بيتمتع بكل الحقوق وكل الحريات والضمانات الاساسيه للتغذيه للتربيه للطبابه وكل مجالات الحياتيه اللي ممكن يعيشها الانسان وخلته يعيش على امل من المنشود انه يرجع يحصل على حقوقه بشتى هيدي المجالات ومن بعد ما فينا نحن نرجع ننسى مستحيل نحن ننسى الصورة والحياة اللي كان عايشها اللبناني من بعد ما كانت من بعد ما كان لبنان مهد للحضارة مهد للمعرفة مهد للثقافة ومنصة الفكر اللي كان يحسدون عليها كل دول العالم للأسف اللبناني اليوم عم بيتواجه مع 57 ألف ليرة لبنانية سعر الدولار وما فيني خبركم قديش هيدا هيدا القيمة أو هيدا السعر اللي عم ما عم ما عم سقف قديه عم بيتحكم بحياة اللبناني ايه عم يقلب حياته رأسا على عقب بهذه المقدمة مشاهدينا ما فينا ما نرجع نصبحكم بالخير ونصبحكم بالامل ونصبحكم بالنشاط اللي نحن دائما هيك بنحاول نرجع نبعثه فيكم وهي هيدي هي الطبيعة الموجودة عند كل لبناني وانما الانسان اللي بيبعد عن الشعب والانسان اللي ما بيحس بالشعب هو مش من الشعب. بصبحكم بالخير مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا من لبنان ام من خارج لبنان. صباح الخير ريان يسعد صباحك صباح الخير داليا مزبوط كل اللي قلتيه يعني وبنعتذر انه مضطرين نكون يعني عم ما عم نبعث امل ولكن نحن اللي بدنا نقوله انه نحن كلنا ثقه اليوم انه ربنا وامنا مريم العذراء رح تضل عينهم سهرانه على وطننا لبنان ويساعدوا هالشعب انه لو شو ما صار نقدر نتخطى كل هالازمات وكل هالصعوبات وانا بدي اقول لكم مشاهدينا اكيد صباح الخير وصباح الامل لو شو ما صار أه لإلكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر مريم تي في تحيه كثير كبيره لإلكم وان شاء الله انه تقضوا وقت ممتع معي انا وزميلتي داليا ونبتعد هيك شوي عن كل الاحزان اللي عم بتحيط فينا ونحن قبل ما نواجه هالنهار داليا مثل ما قلت قبل بالهموم وبالمشاكل رح نكون عم نواجه ربنا بصلاتنا اللي هي اقوى من كل شيء ورح نقول اعطنا يا رب ان ننظر الى اخوتنا الاقرب لنا وان نعي حجم مسؤولياتنا تجاههم وان نتواضع ونثق بتدبيرك ومشيئتك فنعلن البشاره لمن تضعهم على دربنا ونكون لهم رسل سلام ومحبة وأن نطلب روحك القدوس ليرافقنا في كل حين سعدنا يا رب أن نعرف معنى التسامح والمشاركة لكي لا نترك مكانا للبغض والشر في قلوبنا لنجعلها طاهرة بريئة علمنا يا رب أن نصلي بإيمان وحرارة رفقنا يا رب اليوم وكل يوم وحمي وطننا لبنان وشعبنا وخلصنا باسرع وقت من هالمخاضر اللي عم نقطع فيه بنشكرك على كل عطاياك وبنسالك يا رب انك تبارك عائلتنا ووطننا لبنان امين رح ننتقل معكم مشاهدينا على ترتيله عن حالي يا <applause> امي انا جاي احكي بعرف يا امي كيف برد جميل جاي شكرا قول والشكر بيطول بنسح حالي لما انا كون مشاهدينا يعني مثل ما شهدتوا هاليومين داليا اكيد كان في ارتفاع كارثي وتاريخي للدولار وعم نشوف يعني هيك كل ساعه سعر الصرف شيء واكيد هالارتفاع عم يلحق ارتفاع لكل المواد الاخرى المحروقات والغاز ومستلزماته كمان وبدنا نقول انه امبارح كمان كان في تسكير مش امبارح يعني خلال هاليومين للطرقات بسبب ارتفاع الدولار والبنزين والمحروقات داليا عم بت... عم تلحق يعني عم بتحلق اسعارها وعم تتخطى المليون <applause> للاسف طبعا آه، كمان اشارت نقابه موزعي قوارير آه، الغاز ومستلزماته انه بسبب الارتفاع الغير طبيعي آه، لسعر الصرف والغير مضبوط ما فيهم بقى موزعي الغاز يستمروا بالعمل لانه بيع الغاز بيتم بالليره اللبنانيه وحسب جدول الاسعار اللي بيصدر عن مديريه النفط وهالشي عم بيأدي لخسائر كبيره على عاتق الموزعين وما بقى فيهم يتحملوا هالاعباء وطالب اكيد وزير الطاقه والمياه بالاسراع بايجاد حلول مناسبه لهالازمه اكيد ارتفاع الدولار عم بياثر على آه، كل شيء وهذا شيء طبيعي هو اليومين اللي مرق وريان كانوا استثنائيات يعني مزبط. هيك فجاه فجاه طلع الدولار بنسبه عاليه ما كانت متوقعه فعن جد مثل ما بنعرف انه لما يطلع الدولار بيتغير كل شيء كل القطاعات باسرع على كل شيء فعن جد صار فيها طاقات سلبيه عند الناس وعبرت الناس ببعض سكر الطرقات واليوم عم بيقولوا في شيء هيك تحرك بس يعني حتى حتى تحرك ريان صار بحس انه ما في منه افاده يمكن والحلول مش مش عند الشعب مش عند صرخه الشعب حتى لو الشعب صرخ بيقولوا انه ليه الشعب ساكت وللشعب نايم صايره عم تزعجني هيدي الكلمه لانه حتى لو سكروا طريق القرارات متاخده والامور مش عند الشعب وحتى مش عند الاشخاص اللي نحن مفكرين انه الحلول عندهم فعن جد الله يعين الله يعيننا معك حق داليا اكيد باللي عم تقولي فيه وجهه نظر ولكن انا اللي بدي اقوله انه الشعب عليه كثير مسؤوليه لانه نحن لو قدرنا ننتخب صح ونغير وقت اللي كان عندنا فرصه نحن ما وصلنا لهون ومظبوط انه التذكيرات اللي عم بتصير عم بتكون خجوله ودغري عم تخلص لانه الشعب كمان اليوم عم بيلهو بقصص تانية عندنا اليوم قضيه المرفأ ومبارح تم اخراج الموقوفين اللي هن كان عليهم اتهام بقضيه المرفأ ظهرون يعني المتهمين برا والاشخاص الابرياء اللي هن اهالي الضحايا الضحايا جوات الحبس واليوم في تحركات عده رح تصير على الطرقات لاهالي الضحايا ان كان امام قصر العدل وان كان امام بيت القاضي غسان عويدات ومبارح شهدنا عده عده يعني تجمهر لاهالي الضحايا قدام منزل غسان عويدات يعني بنتمنى اكيد انه هالقضيه تاخذ حقها انه يصدر قانون ينصف الشعب لانه هذا التفجير هو منه تفجير بس قال اهالي الضحايا او الاشخاص اللي ماتوا كلنا متنا بهذا النهار كلنا تفجرنا على امل اكيد انه نوصل لحل سريع بهالده القضيه تحديدا عم بيلهو الشعب لهيك الشعب هلا بين ازمه الدولار عم بيلتهي بازمه قضيه المرفق يعني و... مثل ما قلتي ريان كمان تصديقا على كلامي كان في كثير اشخاص في كتير عم نسمع كثير وفي شيء عم بتحضر في شيء ما بعرف شو هو دائما هيدي الكلمه قد هي مخيفه في, في شيء عم بيتحضر في شيء عم بينطبخ فهيدا الصمت اذا بتلاحظي ريان كانت الطريق فاضيه، كانت الطرقات فاضيه، الناس مش مسترجيه تظهر من بيوتها لأنه متخوفه من الوضع لأنه في شيء فجأة صارت أربع أحداث ورا بعضهم، فالله يعيننا مثل ما قلتي ريان نحن بنرجع من بنصدق من على صلاتك، الله يحمي هيدا البلد يحمي ويحمي هيدا شعبه الله يحمي البلد طبعا ونحن شعب منا شعب مكسور داليا، يعني نحن شعب طول عمره راسه مرفوع، لهيك ما لازم نسكت على اللي عم بيصير، لازم يتسجل مواقف من قبلنا لأنه نحن السلطة ببلاد برا الوزراء والنواب بيردخوا للشعب لانه الشعب هو له الكلمه هو بجيبهم وهو بيشيلهم فلازم نحنا نثبت وجودنا وداليا بدي اذكر كمان موضوع مهم بالنسبه لارتفاع الدولار لانه الامن الغذائي اليوم مهدد طبعاً. عم بيصير في ارتفاع كثير كبير للمواد الاوليه وعم نشوف بالسوبر ماركت داليا منتوجات آه ما مسمو يعني مش مسموع مسمو فيها من لبنه آه طلعت صح اللبنه من فتره من لبنه للبن بس لأنه العالم عم تشتريها لانه اسعارها عم بتكون ارخص من غيرها، بس هون اليوم انا وياك بدنا نوجه صرخه لكل المشاهدين اللي عم بيحضرونا انه ينتبهوا شو عم بيشتروا المنتوجات اللي ما معروفه شو هي، صح. طلعت قضيه اللبنه هداك الاسبوع انه منا لبنه مصبوطة عم بحطوا صح. فيها زيت ومواد حافظه، فبنتمنى آه كل المشاهدين اللي عم بيحضرونا اليوم يكونوا منتبهين شو عم يشتروا وينتبهوا من تاريخ الانتهاء والصلاحية الانتهاء الاكسبايري داي لانه كمان عم بيكون ملعوب فيها بالفعل ريان يعني ما بعرف اذا عم تشهد منتوجات ايه بالفعل غريبه بالفعل عن جد عم نفوت على الميني ماركت ريان عم نشوف اصناف مش معروف اصلا منفصله يعني مش سامعين فيها بحياتنا ايه بس يمكن سعر عم بيغرنا مثل عم بيغرنا عم بيغر كثير من الناس مش قادر يشتري والشعب مش قادر يشتري اه. اغلى منها يعني اليوم لما توصل علبه اللبنه ريان معليه ل ألف علبه لبنه بعد ما جاب خبز وقصه اسمها لبنه ف وكمان ما مالغ... مك... كمان منا منا صحيه كمان منا اللبن اللي تعود عليها الشعب اللبناني ومانا مراقبه فعجّد جد هيدي مشكله عم بتهدد امننا الغذائي اقل شيء اقل شيء ريان انه ناكل اشياء صحيه انه ما نموت من ورا سوء تغذية أو غذاء أصلا مش مرخص وما في مراقبة من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة عليه داليا في كثير نداءات إنسانية عم نسمعها هالفترة كثير أشخاص بحاجة لمساعدة بحاجة لمساعدة مالية مثلا رب عائلة بيشتغل بالجيش ما عم بيقدر يأمن لأولاده وعنده أولاد قصرين كثير نداءات إنسانية أكيد مش كلها فينا نعلن عنها على الهوى ولكن كثير أشخاص بحاجة بس في نداء مبارح إنساني فتنه صراحه عبر السوشيال ميديا هو لبنت عم تطلب مساعده لبيا اللي عمره بالسبعينات ومصاب بمرض السرطان بسرطان الرئه وهالنداء يعني لفتني لأنه اجا من بنته ديانا اللي قالت انه البابا صار له أشهر بيتعالج من هالمرض وصار علاجه كتير غالي مثل كل مرضى السرطان اكيد أه والدها ما عنده ضمان وما عنده تأمين أه وحالة العائلة اكيد على قدهم وإلا ما كانوا طلبوا مساعدة أه فأكيد بنتمنى من أي شخص قادر يساعد ديانا إنه يكون عم يتواصل معها لتغطية علاج وفحوصات بيا وفيه يتواصل على الرقم 76 أربعة، خمسة، 2 ثلاثة، 8 سبعة 7 6 4 2 بعتذر أربعة، 2 خمسة، 3 8 سبعة نتمنى اكيد كل الاشخاص اللي عم يحضرونا وقادرين يساعدوا وديانا مثل يعني مثل كثار كثير اشخاص مش عم تطلع صرختهم او يمكن بيستحوا يقولوا او عندهم كبرياء وفي بعض الاشخاص وكثير من الناس رايان يمكن بعدهم بعض الكبرياء موجود وبعد عزه النفس موجوده ف هلا قدام كمان... المرض داليا انه يعني أكيد. الشخص بيوصل للموت اذا ما تقدم يا ياما في كثير ناس عم قاعده ساكتة يمكن بالمحيط الضيق عم تحكي ومش مسموع صوتها بس مصر. تاكدي ريان انه بكل بيت هالايام في هيك شيء في أكيد أكيد. اكيد اكيد الحاجه كبيره نحن كمان عندنا خبر اليوم داليا لجمعيه بنين بما انه دائما الاعلام هو عليه المسؤوليه انه يوصل الصوت جمعيه بنين الخيريه أصدرت بيان إذا بدنا نقول آه إنه عم بيتم الترويج عبر رابط إلكتروني وعبر صفحة في صفحة فيسبوك وهمية لحملة مساعدة عينية ونقدية آه رح تتم يعني رح تقدمها جمعية بنين بالتعاون مع جمعية مساواة بتأكد جمعية بنين بهذا الصدد إنه هالإعلان غير صحيح وكاذب وانه الرابط والاعلان المذكورين مشكوك بمصدرهم بي وعم بيشكلوا خرق للحصول على معلومات وبيانات شخصيه لهيك عم بتحسر جمعية بنين والجمعية العامة متابعيها ومموليها من استخدام هالرابط كون هالإعلان وهمي وعاري عن الصحة والجمعية غير مسؤولة عنه وعم بيسبب اكيد ضرر كثير كبير كمان عم بيتم متابعه هالملف مع الجهات المعنيه والقضائيه وتم اصلا التواصل مع اداره جمعيه مساواه واكدت كمان انه هالاعلان عارن عن الصحه يعني داليا انه يعني بظل خضم هالازمه بيجوا اشخاص وهميين بيطلبوا مساعده يعني وبيحطوا جمعيه بنين بالنص ما بعرف صاير فوضى بالبلد غريب فساد بكل شيء ريان بكل شيء صار غريب اللي عم بيصير طبيعي اصلا لما يصير بطل في امان وبطل في, في امن ويبطل في حماية من الدولة لما تغيب الدولة بتكتر كل عمليات ال في غياب للدولة داليا للأسف بالفعل. واليوم وبعد الآتي أعظم مثل ما بيقولوا اليوم ما بعرف إذا أنت مطلعة كونك بالقطاع التربوي كمان يعني هيدا وصلت مثل أنبلة على راس الأهالي إنه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أصدرت امبارح إعلان بالتعطيل من مساء 8 شباط ل 15 شباط صباحا واعتماد دوام أربعة أيام بالأسبوع للتعليم بدلا من خمسة وزيادة بدل النقل للأساتذة يعني اللي كنا خايفين منه بلش يصير داليا ريان كنت بلشت انه هيدي الازمه عم بتهدد كل القطاعات واهم القطاع قلنا تحكيتي عن التغذيه حكينا عن الامن ورح نحكي عن التربيه وخاصه عن التهديد والقضاء على القطاع الرسمي للاسف كمان مشاهدينا الاضراب لازال مستمر للقطاع الرسمي عند قبل الظهر وبعد الظهر عند اللبنانيه وعند السوريين كمان ريان طب بتعرفي انه كمان المدارس السوريه وقفت بعد الظهر لتعطي فاليوم النظام التعليمي مشلول شبه مشلول ورايح للزوال في كتير حكي عم لا لعام دراسي لا تعليم هذه السنة أو لعام دراسي أو انتهى العام الدراسي مزبوطة. فهيدي كمان مشكلة التعليم مشكلة كتير كبيرة من بعد آخر, آخر من بعد آخر مقرر لوزير التربية مبارح اللي تضمن آه ريان انه يصير في آه اعاده نظر بوضع الاستاذ واعطائه آه 90 دولار عن كل يوم انتاجيه آه كمان وطلب من الاساتذه آه بيقول الوزير الحلبي على الرغم من انه مطالب الاستاذ هي مطالب محققه وانه الازمه هي المسؤوله انه عملت هيدي المواجهه بين الوزاره وبين الاستاذ الا وانه الوزير والعاملين بالوزاره بيوقفوا بصفهم وبأكدوا بأكدوا على مطالبهم المحققه وصون وصون كرامتهم والسعي نحو صون كرامتهم بكل الامكانيات مع التنسيق مع الجهات المانحه ل تسخير الامكانيات اللازمه لاعاده فتح المدارس ومن اجل استمرار قطاع التربيه ومنعه من الانهيار بوقت صار المحافظه على النظام التربوي مسؤوليه كل انسان موجود بلبنان وخاصه وزير التربيه والوزارات المعنيه فكان في دعوه مشاهدينا امبارح من, من وزير التربيه للاساتذه بالعوده لفتح المدارس والعوده للمدرسه لقاء الالتزام بتسعين دولار إنما الرابطة لم تستجيب والأستاذ أكيد ما تحققت مطالبه وادنى حقوق مطالبه بعد ما تحققت وتحديدا الملف القديم وسنة 2022 وبدل النقل والوعود اللي سبق وانعطت فاكيد كان في رفض مبرم للعوده لمقاعد الدراسه وبقي هيدا الموضوع وهيدا الملف معلق ومصير الطالب ايضا معلق وكمان في كثير عم بينحكى انه هيدي محاوله تهديم وهدم القطاع الرسمي بلبنان فكمان ريان عم تقولي انت كمان القطاع الخاص كمان مهدد هلا ايه يعني في هيدا اللي اصدرته في حرب على التعليم بشكل عام هيدا اللي اصدرته الامانه العامه للمدارس الكاثوليكيه يعني اكيد نحن ما بنتمنى يصير هيك شيء نحن بتعرفي اهل داليا وعنا شغل يومي وعم نحط اولادنا بالمدرسه يعني ما فينا نوقف شغل ما في محل ثاني نحطهم فيه واكيد نحن بهمنا اولادنا يتعلموا وفي مستقبل الاولاد طبعا الاولاد يتعلموا فاكيد بنتمنى انه هالازمه تنحل باسرع وقت ان شاء الله منرجع عن الاخبار السوداويه اللي كانت اليوم نتمنى انه الاسبوع الجاي تكون صار في حلول لهالازمات المتكرره ونكون عم نخبركم اخبار احلى بالمقدمه ريان انا بدي زيد لك هو فلسة. بالفعل نفق مظلم احنا عم نعيشه بس بيقولوا كل ما اشتد السواد كل ما قرب الفجر فان شاء, شاء الله هيك اخر شيء <applause> <applause> الفجر <applause> الفجر والفرج فان شاء فلس. الله هيك كمان يعني يعني بفرق ما يكون نحن عم ننادي بجوده التعليم مثل غيرنا مثل غير دول نحن اليوم عم ننادي انه بس نفتح المدارس وتبقى موجوده ليك داليا اليوم في خبر حلو بالمقدمه تبعنا اليوم نحن بدنا نعيد زميلنا فادي آه فادي محول اللي بيصور لنا بدنا نقول له ينعاد عليك اليوم فرحه بالنسبه لنا يعني بغض النظر عن المشهد السوداء, السوداء فادي عقبال اليوم المية. فرحه بالنسبه لنا لانه عيد مخرجنا فادي محول بدنا نقول له عقبال وان شاء الله كل شيء بتمني بهالحياه تتحقق و... و... وإلى مزيد يعني من التقدم من والنجاح, والنجاح, والنجاح ونشاط فادي كتير نحن نشي نحبك كتير ومنقول لك مرسي على كل جهودك معنا فادي مرسي فادي بليك ومال تانكيو رح ننتقل معكم مشاهدين على أحوال التأسة اليوم عم بأثر مشاهدينا مرتفع جوي يعني اكيد حسيتوه بهالاسبوع شوف وبتتميز عم بيتميز هالمرتفع بتقس مستقر كليا واكيد درجات يعني الحراره اعلى من من المستويات الموسميه ومن المتوقع انه يستمر لغايه التأس لغايه بكره على هالحالة مع ارتفاع درجات الحرارة لأنه العواصف والمنخفضات حاليا كمان ما بدها تجي لعنا على البلد عم تتمركز وسط القارة الأوروبية وممكن يبلش يتأثر فيها لبنان لا يوم السبت تقريبا بعد الظهر بس فعالية بفعالية كمان ضعيفة يعني مش بقوة وبتشتد الأسبوع المقبل أما تأسنا اليوم رح يكون مستقر ومشمس والحرارة بتتراوح على الساحل بين الواحدة 21 درجة أقصاها و 12 درجه ادناها اما بالبقاع الحراره بتتراوح اليوم بين 18 درجه اقصاها و 3 درجات ادناها اخيرا على الجبال الحراره بتتراوح اليوم اقصاها 17 درجه وادناها 8 درجات الرياح شماليه غربيه ضعيفه سرعتها بين ال40 لل 20 كم بالساعة والرطوبه السطحيه بتسجل على الساحل بين ال75 لل50 بالميه الضغط الجوي بيسجل على الساحل 1019 اتش بي اي والرؤيه جيده البحر منخفض ارتفاع الموج والحراره سطح الماء 21 درجه <applause> يعني داليا من ميل التأس الدافي منيح ومش منيح هلا منيح لانه العالم ما معه تت... يعني تدور شيء بالبيت وتتدفى لا في محروقات ولا في خشب ولا في شيء بس مش منيح لانه في, في, في ماي. نعم ما في مي يعني شت هلا بالصيفيه اذا ما شتت منيح ما رح يكون في مي بالفعل نقصنا بعد <applause> ما غير شيء عم نعبي الناس <applause> فكمان في مش منيح من ناحيه تاني كمان الطقس قريب يعني بيكون واحد دفيان وبس في بالمفارق بالزوايا بتلاقي في برد فهيدا الشيء عم يشهد اعداد هائل من من مرضى الجريب هيدي الايام فانتبهوا لحالكم ودفوا حالكم وبرا عم بيكون في دفى وانا جوا عم بيكون في برد ريان مزبوط يعني اكيد بنقول لكم دفوا حالكم قد ما فيكم وانتبهوا من الجريبات والامراض والفيروسات اللي عم نشهدها وراح ننتقل معكم مشاهدينا لفقره قديسة اليوم نستذكر اليوم ب 26 كانون الثاني الشهيده اكنس البتول اللي ولدت بروما وكان والدها من الاشراف الاطقياء وربوها أهلها تربية مسيحية صالحة وكانت كتير حلوة جميلة المظهر وكتير تقية ومتواضعة وقت صار عمرها 13 سنة زاد إيمانها وردت من خلاله كتير فتيات كانوا يعبدوا الأوثان ومرة شفيت ابن والي المدينة فاعجب فيها وبجمالها الباهر فجرب انه يخطبها ولكن ردت اكيد بالرفض وقالت انها مخطوبه لعريسة السماوي فتاثر هالشاب كثير ومرد اكثر من الحزن وجرب بيو يقنع القديسه اكنس انها تتجوزه فرفضت وامرها وساعتها وقتها رفضت سجنها وطلب منها أن تسجد للاصنام وكمان رفضت فخضب كثير عليها وامر بتعذيبها وتشليحها كمان وسياقه عاريه بالشوارع بس احاطها نور سماوي مبهر ساعتها ويعني ما تعرضت لاي عار وصاروا يقولوا عنا الشعب انه هي ساحره وقالوا فلتقتل اغنس الساحره ولتحرق هذه الناكره المجدفه على الهتنا يعني على الهه الاوثان فعذبوها كثير عذبات كثير كبيره وحرقوها وهي ضلت تصلي فاخمد الله النار وما تعرض جسمها لاي حريق فزادوا الوثنيين غضب عليها فقطعوا رأسها ونالت إكليل الشهادة سنة 304 فظهرت بليلة على أهلها وهي عم بتشع نور وقالت لهم كفوا عن النوح والبكاء وتعزوا وافرحوا معي لأني راكضة بحياة المجد السماوي صلاة أكيد معنا أمين داليا شو محضرتينا اليوم بفكرة القضايا؟ اليوم بفكرة قضايا ريان محضرة كذا نصيحة كذا هلو. فكرة مع بعضهم بفكرتنا لليوم مشاهدينا بدي ضوي على بعض الأعمال وبعض السلوكيات اللي ممكن الإنسان يقوم فيهم هي أشياء بسيطة جدا وإنما إفادتها على الصعيد العلاقات الاجتماعية وعلى صعيد توطيد العلاقة مع الآخر هي بتحقق كتير بتقرب كتير مسافات مثل شو هالأشياء مشاهدينا مثل لما يكون في حدا نايم بغرفة إذا قررنا نظهر أو نطلع نسكر الباب ببطء بهدوء هيدي الاشياء اللي حبيت احكي عنها مشاهدينا هي بمرتبه الصدقه او بمرتبه فعل الخير عند الانسان ان نحن نسكر الباب بهدوء بدون ما نزعج الشخص النايم هي بمرتبه الصدقه انه نكون عم نسمع حديث ممل نوعا ما من بعض الاشخاص وانما نحن ان نفهمه او نحسسه ان نحن عم نسمع له كمان هو نوع من جبر الخواطر كمان في صدقه وفي خير وفي تمتين علاقه, علاقة بيننا وبين الاخر انه نخرب الاشياء اللي امناها انه نسكر الجوارير اللي فتحناها انه نرتب الاشياء اللي خربناها كمان صدقه ليه لانه نحن عم نجنب الاشخاص مثل امنا مثل الاشخاص اللي بيجوا من بعدنا انه هن يبذلوا وقت ويضيعوا وقت وجهد ليرجعوا يرجعوا الامور لمحلها انه نحن نشكي لاشخاص من تذمر من وضع معين وش ونحن نجي مع الاشخاص ما نجي ضدهم كمان صدقه لانه هون مشاهدينا لازم نذكر انه نحن هيدا الشخص اللي عم بيشكي لنا وعم بيفتح لنا قلبه هو عم بيشكي لنا لانه مزعوج لانه مجروح لانه متضايق فاكيد ما لازم ما لازم بهيدي المرحله نجي مع الشخص اللي هو يعمل معه مشكل او الشخص اللي مختلف معه بوجهه نظر وانما لازم نحن نجي معه له او نحاول نحسن العلاقه او نجي ما نجي طرف يعني يا نجي بين بين او نجي معه له لانه هو اللي لجأ لنا وانما اذا جينا ضده نحن بنكون عم ناذيه نفسيا وعم نخرب هيدي العلاقه اللي هو بلشها معنا انه يوطد علاقته معنا ويخبرنا اسراره والاشياء اللي زعجيته في كتير كمان مشاهدينا من الاشياء اللي ممكن تسمى صدقه وطريق لفعل الخير انه نحن نساعد ونعطي خينا الانسان وما ايدنا اليمين تعرف بايدنا الشمال كمان صدقه لانه الشيء اللي نحن عم نخبيه ربنا بيعطينا بداله بالعلن كمان من الاشياء اللي بتزيد لنا واللي بتعطينا بتضيف لنا صفه الصدقه هي ان نحن نغطي الاكل من بعد ما يجي غيرنا لياكل لا لانه اي تلوث بيصير بالاكل بنكون احنا عم نجنب غيرنا المرض وسوء التغذيه كمان صدقه في كتير تفاصيل مشاهدينا يمكن احنا بنعملها بحياتنا وما بنحس فيها الا ما نحن اذا تدركناها بنكون نحن ما عم ننزع علاقه بينا وبين الاخر كمان من الاشياء اللي ممكن تكون بمرتبه صدق مشاهدينا اذا زميل لنا او شريك او فرد بيشاركنا جلسة محددة بخبرنا خبرية وتضحك كمان حلو نضحك معه حتى ولو كانت الخبرية مش مضحكة لازم نفهم انه هيدا الانسان بهيد اللحظة حابب يشاركنا فرحته فنحنا ما لازم نكسر له بخاطره وما نضحك او نعبس او نغير الحديث وتحديدا لما يكون الانسان عم بخبر وجعه مش لازم نحن نغير الحديث وننتقل لموضوع تاني لانه نحن كمان بنكون عم نكسر هيدي الصداقة وكمان اللي بدي اقوله مشاهدينا خصوصا بدي ارجع اذكر كمان هيدي العلاقه لازم نحرص ان تكون موجوده بين الكبار بالسن لما يخبرونا عن خبرياتهم كمان نحن حتى لو لو كان الموضوع ما بيعني لنا او موضوع نحن سامعينه قبل لازم ما نحسسهم انه نحن سامعينه ونغير حديثهم بالعكس نتسمع لهم من جديد لانه نحترم عامل الذاكره عند المسن ويمكن بهيدي اللحظه هو حب يشاركنا هيدي اللحظه فكمان هاي هيدي بتكون كمان بمرتبة الصداقة عشان هيك مشاهدينا هذه البعض السلوكيات الجزئية اللي نحنا ممكن نتشاركها مع غيرنا وإنما بتضيف وبتحسن كتير من العلاقات بيننا وبين الأشخاص اللي نحنا بنكون عم نعيش معهم سواء عم نعيش معهم بطريقة بشكل يومي ضمن العائلة أو أشخاص أصدقاء أو زملاء لنا بالشغل لا بالفعل يعني بقصص بسيطة ممكن نعملها ممكن نغير حياة انه... حياة شخص بكاملة صح فنحن كسر يعني بمجرد الخواطر... هيك جاز صغير ممكن نغير كل شيء بحياته ضحكة أوقات صباح الخير أوقات يعني بغير مود الشخص كليا صح ريان. أنا كمان هيك ركزت على موضوع الحديث قديش الواحد بيحب بيرتاح لما أكيد. يحكي وبينبسط لما يشوف غيره عم بيهتم لحديثه أو عم بيتسمع له أو عم بيهز براسه أو عم بيضحك معه إذا ضحك مزبوط لانه كلمه بترفع الشخص لفوق وكلمه بتنزله لتحت معك نعم رياض رح ننتقل معكم مشاهدينا للمتفرقات لليوم مم. بموضوع متفرقات لليوم موضوع الساعة هو التيك توك ريان مثل عم نسمع كثير اخر فترة عم بيصير في مراهنات بين الشباب خاصة على الفوتبول اخر فترة بفضل المو بفعل المون المونديال، وانا اليوم خبري هيك شوي سريع ريان رح يكون عن المراهنات عن التيك توك بين الشباب اللي عم بيصير مين مين بينام اكثر فحسب حذرت السلطات المكسيكية شوي خبر مضحك ريان من مخاطر تحدي رائج عبر منصة التيك توك اللي تسبب بتسمم عدد من التلاميذ بسبب تناولهم لعقاقير او ادويه اللي بتخلي الانسان مين يصحى اكثر او مين ما ينام اكثر فاللي بيفوز بهيدي المحاوله بيكون هو اللي عم بيربح الرهان طبعا ومين بيبقى اكثر مستيقظ اللي بدي اقول له ريان هون انه هذا الدواء بياثر على الصحه النفسيه وعلى اعصاب الشباب وبياثر على سلامه الشباب وطبعا بخلي بخلي الانسان انه ما يشعر ابدا بالنعس وبيصير عنده نوبات صرع وهلع وقلق وبالتالي بياثر على صحته النفسيه فبس كرمال يكسب التحدي فهيدي المشكله اللي صارت انتشرت صور عبر السوشيال ميديا وعبر التيك توك للتحدث عن هيدا العقار والتحدث عن موضوع المراهنات عبر التيك توك تحديدا هيدي مشكلة كتير كبيرة داليا خاصة بالفئة الشبابية لأنه الشباب عم بيتعرضوا عم بيتعرضوا لتشالنجز يعني عم بيتحدوا بعضهم وعم بيأدي هذا الشيء أوقات موت حتى لو يعني عم بيضروا ل... بصحتهم بس كمان يكسبوا أو بيطلبوا منه لشخص أنه ينتحر آخر شيء فلازم أكيد الأهل يكونوا كتير منتبهين بهذا الوضع نعم ريان شو عم تحضر؟ ريان يعني متاسف انه خلصت صفحيتنا انا وياك سوا يعني هيك بنكون عملنا هيك ميلانج وضوينا على ابرز المواضيع وان شاء الله ما يكون هيك اثرنا بعض الطاقات السلبيه بس لا ضحكتنا دا بتكفي داليا اليوم ترجع بتغير المود هلا كنا عم نقول انه بجست صغير الشخص فيه يغير نهار شخص ثاني ونحن اليوم بضحكتنا انا اكيد انه غيرنا نهار المشاهدين ان شاء الله نحن بنتمنى لكم نهار ممتع وما تروحوا لبعيد خليكم معنا لنباشر مع استضافه ضيوفنا لتأمن حاجات الإنسان للطاقة، الأرض بتقدم من مصادرها الطبيعية الوقود الأحفوري أو فصل فيول هي مواد عضويه تشكلت بالارض نتيجه تحلل النباتات والحيوانات ببطء واخذت ملايين السنين واوقات مئات الملايين لتتحول لبترول ولهذا السبب نعتبره مصدر طاقه غير متجدده لانه ما بيتجدد على الزمن تبعنا الانسان بيحرق فيول ليولد كهرباء بيحرق فيول ليتدفى بيحرق فيول ليتنقل ويسافر يقول، الدراسات بتقول انه مع زيادة عدد السكان على الكرة الارضية ومع زيادة حاجة الانسان الواحد للطاقة عم نستهلك الطاقة الاحفورية بطريقة كتير عشوائية لدرجة انه بيتوقعوا العلماء انه اذا كفينا هيك سنة 2050 رح نكون بحاجة لاثنين كرة ارضية لنا حاجتنا للطاقة الاحفورية ومن وين رح نجيبهم؟ باختصار نحن هلأ عم نستعمل احتياط الوقود الاحفوري يلي الارض مقامتنا كانه بس لالنا وما بدنا نخلي شيء لحدا للاجيال اللي جايه من بعدنا والمشكله مش بس هون المشكله انه حرق الفيول بينتج عنه انبعاثات للغازات الملوثه للغازات الدفيئه وهون عم نحكي عن مشكله بيئيه جديه عم تواجهها الحياه على الكره الارضيه بدك تعرف اكثر عن هيدا النوع من الانبعاثات تبقى تطلع الطاقه مرحبا. 26 كانون الثاني، القديسة باولا الرومية. ولدت سنة 347. انتقلت للملكوت سنة 404. الفضائل يلي تتمتع فيها الاحسان ومحبة الفقير، التنسك والصلاة والصوم. نصيحة القديسة باولا لإلك. متى قيل لها إنها تبالغ في النسك؟ أجابت: كما اعتدت العناية بنفسي لإرضاء زوجي والعالم، أشتهي الآن إرضاء المسيح بالقسوة على هذا الجسد الذي سبق له أن تنعم كثيراً، والله معكم